ست أسباب وراء نهاية عصر ريال مدريد، فهل تتفق معها؟ اختتمت ريال مدريد هذا الموسم بخسارة فادحة أمام أياكس الهولندي، وقد توالت الهزائم التي تلقاها الفريق الأبيض خلال هذا الموسم والتي لن تزول أبداً من ذاكرتنا جميعاً. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا عدة قرارات، ومن بينها تغيير الجهاز الفني أو الاستغناء عن أحد اللاعبين. فكانت كل تلك الهزائم هي القشة التي قسمت ظهر البعير، فبعد الهزيمة الفادحة أمام برشلونة بالدور الإسباني وكأس الملك، خرجت أيضاً ريال مدريد من دور 16 بدور أبطال أوروبا. في الواقع يعيش فريق القلعة البيضاء فترة من أسوأ فترات تاريخه على ملعب برنابيو بعد 19 عاماً من التألق. وقد لاحظ الجميع أن ريال مدريد قد فقد قوته وسيطرته على المستوى المحلي والدولي بملعب سانتياغو برنابيو، الذي انهزم عليه ريال مدريد خلال هذا الموسم من قبل 7 فرق، منهم 4 مباريات بالدوري الإسباني وواحدة بدوري الأبطال وأخرى بكأس الملك. وتلك هي المرة الأولى التي يتعرض لها الفريق الأبيض لهذا الموقف منذ 19 عاما. وبالطبع كل هذا لم يحدث صدفة، بل له سبب معين يدعى سوء التخطيط الرياضي. والآن سأطلعكم بالأسباب الست وراء انهيار مستوى ريال مدريد على المستوى المحلي والدولي. لكن قبل أن نبدأ، أود منكم أن تخبروني بالتعليقات عن القرارات التي ترون أنها السبب الرئيسي وراء تلك الفترة العصيبة التي يعيشها ريال مدريد حالياً. والآن سأعرض لكم قرارات التخطيط الرياضي السيء. السبب الأول، بيع كريستيانو رونالدو. لقد صرح الرئيس السابق لريال مدريد رامون كالديرون، الذي يعتبر من أبرز من سعوا لشراء كريستيانو رونالدو من مانشستر إلى مدريد، أنه من المحزن للغاية أن يقوموا ببيع لاعب مثل كريستيانو رونالدو. وأضاف قائلاً: لقد كلفنا انتقال رونالدو إلى مدريد الكثير من الجهود، حيث لم ترغب مانشستر في بيعه، فكان أمراً صعباً جداً. فكيف يمكن لإدارة ريال مدريد أن تبيعه بهذا السعر؟ فلا يوجد لاعب يقوم بتسجيل أكثر من 60 هدفاً بموسم واحد ليكون سعره في النهاية 100 مليون فقط. في الواقع أصدقائي، أصبحت تعاني ريال مدريد بسبب غياب كريستيانو رونالدو، وقد اعترف بهذا لوكا مودريتش بنفسه، حيث صرح قائلاً: لم تعد القلعة البيضاء كما كانت منذ أن غادر كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا، فلم نستطع أن نجد بديلاً عنه، وكل ما فعله النادي هو أن يقوم أحد منا بأن يحل محله. لكن هذا لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق، فلا يوجد لاعب آخر بالفريق قادر على تسجيل كل تلك الأهداف سواه، وتلك هي مشكلتنا العويصة. من المنطقي بالطبع أن يكون لديهم لاعب مثل كريستيانو، طالما أن منافسهم اللدود هو ليونيل ميسي. السبب الثاني، عدم التوقيع مع لاعب جديد. إذا قررتم الاستغناء عن كريستيانو رونالدو، فعليكم أن تجلبوا لاعباً كي يسد تلك الفجوة التي تركها النجم البرتغالي. لكن لم يكترث فلورنتينو بيريز لهذا، ولم يقم بإجراء أي صفقات جديدة لاستقطاب هدافين جدد، بالإضافة إلى رفض التعاقد مع اللاعب هاري كين. وعدم جلب هداف بديل عن رونالدو يعتبر بالطبع خطأ فادحا، ولهذا يدفعون جميعا نتيجة فعلتهم تلك. السبب الثالث، إقالة لوبيتيغي. لم تحاول إدارة ريال مدريد منحه وقتا كافيا ليثبت جدارته، حيث كان لديه وجهة نظر وهي تطبيق الروح الجماعية التي يفتقر إليها ريال مدريد، وهذا بالطبع بخلاف برشلونة. وقد اتضح أن سولاري أسوأ من الأرجنتيني لوبيتيغي، الذي لم تدم فترته كثيرا داخل برنابيو، وكانت النتيجة خروج الريال من دوري الأبطال وكأس الملك والدوري الإسباني. في الواقع تسرعت إدارة النادي كثيرا في إقالة لوبيتيغي، لا يتوجب عليهم الصبر قليلا وإعطاءه فرصة لكي يقوم بتهيئة الفريق، فكان هذا بالطبع من أسوأ أخطاء فلورنتينو بيريز التي ارتكبها بحق الريال. السبب الرابع، استبعاد المحاربين القدامى. كيف يمكن للجهاز الفني أن يرسل كيلور نافاس ومارسيلو إلى مقعد البدلاء؟ بالطبع هذا خطأ شنيع. كيف قاموا باستبعاد هذين اللاعبين اللذان يعتبران العمود الفقري للفريق؟ فكما تعلمون تيبو كورتوا لا يتمتع بنفس مستوى نافاس. لم يكتفوا بهذا فقط، بل أزادوا الطين بلة وأرسلوا جاريث بيل أيضاً إلى مقعد البدلاء. وبالطبع استبعاد هؤلاء المحاربين القدامى يعتبر خطأً فادحاً، لأنهم هم من بأيديهم الحل للخروج من تلك الأزمة. السبب الخامس، عدم الثقة في قدرات إيسكو وماركو أسينسيو.
لا يزال مصير إيسكو بريال مدريد غامضاً، فعلى الرغم من أنه قد شارك في الدقائق الأولى من مباراة الكلاسيكو بين الريال والبارسا بالدوري الإسباني، إلا أن سولاري قرر استبعاده وقام بإرساله إلى المقعد بجانب ماريانو دياز ولوكاس زيدان الحارس الثالث. ولهذا جلس إيسكو ليشاهد مباراة تشامبيونز ضد أياكس الهولندية على مقعد البدلاء، وهذا بالطبع خطأ شنيع آخر يرتكبه الجهاز الفني، وهو عدم الإيمان بقدرات هذا اللاعب. السبب السادس، الاعتقاد بأن كريم بنزيما هداف جيد. على الرغم من أن إحصائياته تعتبر أفضل بكثير من الموسم الماضي، إلا أن أداءه هذا لم يكن كافياً لكي يلبي كافة احتياجات الريال في تلك المباريات التي خاضها خلال هذا الموسم، فلم يستطع اللاعب رقم 9 أن يتولى مهمة قائد مركز الهجوم في مباراته أمام البارسا، والتي انتهت باستبعاد الريال من كأس الملك والليغا، وقد اختفى بنزيما تماماً من مباراة أياكس الهولندي حتى انتهى الأمر برحيل الريال عن تلك البطولة. لقد حان الآن وقت التغييرات، وأصبح ما من ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى قائمة الاحتياط أو سيتم بيعه إلى نادي آخر. باختصار شديد، من أبرز أسباب انهيار ريال مدريد رحيل زين الدين زيدان الذي كان يتمتع بنظرة مستقبلية لكل شيء، ورحيل العبقري كريستيانو رونالدو لأنهم رغبوا في رحيله، وعدم إعطاء كيلور نافاس قيمته الحقيقية، ولوبيتيغي الذي دفع نتيجة قراره الخاطئ، وفلورنتينو هو بالطبع المسؤول عن كل هذا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب. أخبرونا بالتعليقات عن رأيكم فيما يتعلق بتلك الفترة العصيبة التي يمر بها ريال مدريد. نسيت أن أتحدث أيضاً عن فينيسيوس جونيور، أخبروني أنتم عن رأيكم به بالتعليقات، فهو حقاً لم يفعل أي شيء على الإطلاق حتى الآن.